بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، حركة حماس تسلمت قبل عدة أيام ردا إسرائيليا رسميا على ردود أو على الورقة التي تقدمت بها الحركة في 13 أبريل للوسيطين القطري والمصري. الحركة تجري ولا زالت مشاورات داخلية على أساس هذه الورقة لإبداء موقفها تجاهها أو إبداء الملاحظات حولها، وأجرت مشاورات معمقة مع المسؤولين في قطر والقاهرة أيضا من خلال وفد المفاوض من قيادة الحركة المعني بهذا الملف. لا زال هذه الورقة قيد الدراسة، ولكن أشير إلى أن هناك لغط كبير في وسائل الإعلام بالاتجاهين بين التبشير والتنفير. كل ما يتم إشاعته لا علاقة للحركة به، هذه محاولة للضغوط للضغط على الحركة للاستجابة لهذه الورقة كما هي دون إبداء أي ملاحظات، وضع الحركة تحت الضغط، وهذا ما يجب أن ننتبه إليه. لكن نحن نريد أن نؤكد أننا في حركة حماس نتعامل مع كل المقترحات بجدية واهتمام كبير. نحن حريصون على التوصل إلى اتفاق ينهي حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني. هذه أولوية بالنسبة لنا في هذا التوقيت، في ظل نزيف الدماء وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بدعم أمريكي وغربي بكل أسف. ولكن نحن لن نذهب للاتفاق بأي ثمن. نحن نريد اتفاق يضمن في جوهره وقف الحرب، وقف العدوان على أهلنا خاصة النساء والأطفال. وبالتالي صحيح أننا جادون، نتعامل مع كل المقترحات بجدية كبيرة، ولكن كما أشرت ليس بأي ثمن. نعم دكتور أبو زهري، يعني هناك عمليا ثوابت لدى حركة حماس، هناك تقريبا 5 ثوابت، منها وقف إطلاق نار شامل، الانسحاب الجيش من كافة المناطق، السماح بعودة النازحين وإدخال المساعدات، إعادة الإعمار ورفع الحصار، وتبادل الأسر. ولكن أظن أن العقدة الفصل تكمن في عملية تبادل الأسرى تحديدا. هل هناك معايير لا توافقون عليها في هذه النقطة تحديدا؟ يعني هناك تفاصيل متباينة في جميع الملفات الخمس التي أشرت إليها، لكن جوهر الخلاف للحقيقة هو ليس ملف الأسرى. جوهر الخلاف هو رفض الاحتلال حتى اللحظة، وقف العدوان. نعم. وبالتالي ليس هناك قيمة للذهاب لأي اتفاق يتجاوز وقف الحرب، وقف العدوان على شعبنا. ما قيمة أن نتوافق على كل التفاصيل بينما الاحتلال يستمر في قتل شعبنا؟ يعني الرسالة الواضحة هي أن حماس لن تفاوض تحت النار؟ لم أستمعنا. أقول أن الرسالة الأساسية مفادها أن حماس لن تفاوض تحت النار؟ نعم، المطلب الأساسي والجوهر الحركة هو وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني. ما لم يكن هناك التزام إسرائيلي بوقف العدوان، وقف إطلاق النار، هذا بلا شك لن يشجعنا للذهاب لأي اتفاق. نعم هناك لازال تباين في الملفات الأخرى، لكن تباينات يمكن أن نتوافق عليها بشكل أو بآخر. الجوهر هو وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني، وما لم يكن هناك التزام إسرائيلي وضمان من الأطراف ذات الصلة بإلزام الاحتلال بذلك، نعتقد أنه من الصعب أن نذهب لأي اتفاق. وفي نفس الوقت نحن ملتزمون باستمرار المفاوضات، نحن نتابع كل الأوراق، نحن نبحث عن كل فرص للتوصل إلى اتفاق. ما يعيق التوصل لأي اتفاق حتى اللحظة والموقف الإسرائيلي حتى اللحظة برفض أي التزام وقف إطلاق النار. دعيني أشير إلى تصريحات الوفد المفاوض الإسرائيلي قبل عدة أيام الذي حمل نتنياهو المسؤولية عن إفشال التوصل لأي اتفاق، وأكدوا أن من نفشل التوصل اتفاق هو نتنياهو. هذه الحقيقة. حماس تتعامل بكل جدية بكل مرونة، حماس حريصة على التوصل اتفاق، ولكن الاحتلال يضع
عقد أساسية خاصة ما يتعلق برفض وقف. نعم دكتور أبو زيري، يعني نستشف من كلامك أنه حتى الساعة ليس هناك أي أمل جدي أو إطار جدي ممكن البناء عليه في التفاوض. عفوا الصوت تقطع، رجعت السؤال. نعم أقول أنه من خلال ما تفضلت به يعني يمكننا مثلا اعتبار أنه حتى الساعة ليس هناك من مدماك ثابت أساسي ممكن البناء عليه لتفاؤل في موضوع التفاوض، يعني حتى الساعة لا إيجابيات. يعني لم أسمع السؤال بوضوح، لكن يعني ما أود التأكيد عليه إلا أن الاتصالات مستمرة، الاتصالات جادة، هناك حرص من قيادة الحركة، الوسطاء يبذلون جهدا كبيرا للتوصل إلى اتفاق، نحن نتعامل بجدية، نبحث في كل الأوراق باهتمام شديد، نحن لسنا عدميين، حريصون على إنجاح هذه الجهود والتوصل لاتفاق. العقدة لازالت قائمة. نعم. المتعلقة بوقف إطلاق النار. طيب دكتور أبو زهري، هناك أو أفصح عن اجتماع تنسيقي عقد بين الجبهة الشعبية والجهاد وحماس للاتفاق على موقف موحد في موضوع المفاوضات، ولكن بالأمس مسؤول حماس في عفوا مسؤول الجهاد في لبنان الأستاذ إحسان عطايا تحدث بأن هناك عرضا عرض على حركة جهاد منفصل، وكأن هناك عمل على تفتيت هذه يعني أطراف المقاومة. يعني هناك تنسيق كبير بين الأطراف الفلسطينية ذات بالذات فصائل المقاومة الفلسطينية، هذه المشاورات لا تنقطع، المشاورات مستمرة، وحينما نتحدث عن رد حماس على الوسطاء نحن نتحدث عن رد فصائل المقاومة الفلسطينية، لأن هذه الردود يتم إنضاجها بالتشاور مع الفصائل الفلسطينية، ولذلك ليس هناك أي قلق من أي انقسام في الموقف الفلسطيني، موقف الفصائل الفلسطينية، وأي رهان على إحداث شرخ بين الفصائل الفلسطينية هو رهان فاشل، لأننا في الحركة حريصون على وجود إجماع فلسطيني حول كل الخطوات التي نقوم بها، وعمليا كل ما نسلم من ردود للوسطاء هو نتيجة نقاشات معمقة ولقاءات تتم بين الحركة والفصائل المعنية. نعم سؤال أخير دكتور أبو زهري، اليوم بالتوازي مع المفاوضات التي تحصل في القاهرة هناك شيء ما يدور في بكين أيضا، وهناك ورقة صينية أيضا، وهناك مفاوضات تحصل بين حماس وفتح في بكين، كيف تسير الأمور؟ يعني القيادة الصينية معنية أن تطور موقفها في الشأن الفلسطيني وأن تسهم في هذا الأمر بشكل إيجابي، كان لدينا العديد من اللقاءات مع مسؤولين صينيين، عرضوا علينا دعوة لعقد لقاء ثنائي بين قيادتي حماس وفتح، رحبنا بذلك من منطلق حرصنا على تحقيق الوحدة الفلسطينية، ومنطلق حرصنا على الدور الصيني في المنطقة وتطوير علاقة الحركة مع الصين لوزنها الاستراتيجي في المنطقة والعالم. اللقاء كان لقاء مهما وصدر عنه بيان تم نشره في وسائل الإعلام، أهم في اللقاء أنه أيضا دعا إلى عقد لقاء وطني بمشاركة جميع الفصائل في الصين في يونيو المقبل، ونحن نرحب بالدور الصيني، ونعتقد أن العلاقة التاريخية بين فلسطين والصين تشجع على المضي في هذا الأمر، لكن نحن هنا لا نتحدث عن تفاصيل المعركة، نتحدث عن حوارات فلسطينية داخلية.